اعتمدنا منذ بداية تأسيسنا وحتى هذه اللحظة على مثل هذا النهج، نهج الأمة الديمقراطية المجسد بدوره على يد الفيلسوف القائد عبد الله أوجلان. الفيلسوف القائد عبد الله أوجلان. الفيلسوف القائد عبد الله أوجلان. ده عالم صايع يا رب. لا يمكن عد أن الأزمات التي تمر بالمنطقة والتي باتت ساحة احتراب وساحات صراع في هذه المرحلة الانتقالية سوى أنها تأكيدات إضافية رغم فجاجة الأمر على صحة وصوابية النظرية الفلسفية أو الأفكار التي نعتنق بها. في معايرة حزبنا للقضية الكردية كانت أيضا هناك معايرة مختلفة حقيقة، مما أدى إلى يعني أن تركت تداعيات على البعض وخاصة الذين ينحون في تفسيرهم أو في اعتقادهم على تفسير وإيجاد حلول للقضية الكردية من منطلقات بحث كلاسيكية أو قوموية بدائية. البدائل وفق حزبنا وفق تفكير حزبنا الانتقال من حالة الأمم النمطية إلى حالة الأمة الديمقراطية، الانتقال من شكل الدولة القومية المركزية إلى شكل الإدارات الذاتية الديمقراطية.